من أسباب قلة البركة الغفلة عن وقت البركة، وهو وقت البكور بعد الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، كما في حديث صخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها في البكور. وكان الصخر راوي الحديث يبعث تجارته في البكور، جاء في الحديث: فأثرى واغتنى، يعني بارك الله له بسبب أخذه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم واغتنام هذا الوقت المبارك بعد الفجر.